مشاهدينا الكرام متابعينا، إذن تغطيتنا متواصلة ومستمرة لمواكبة هذا الحدث التكريمي في مباراة تكريمية تقام للعريس. نعم، الشاب تركي مبارك القثمي الذي سيحتفل بزفاف يوم الثلاثاء القادم بإذن الله في قاعة اللؤلاء. ولا تزال المباراة قائمة، ولا تزال حتى الآن بنتيجة 2-0 للفريق الذي يرتدي القمصان البيضاء. معي في هذه اللحظات وفي هذه الأثناء الأستاذ حمزة قصير مدير منتديات أحباب سيتي. نرحب فيكم، مسي عليك بالخير عبر قناة خالد بازيدان الإلكترونية على اليوتيوب. مساك الله بالنور. أول شيء حياكم الله عندنا في جدة، وما شاء الله ما أنتم مقصرين في التغطيات في جدة، يعطيكم ألف عافية. سويتوا مجهود ما أعتقد أي شبكة بالسرعة اللي أنتم بذلتوها في الوقت اللي أنتم أخذتوا التغطيات في دورات أحياء جدة، ما في أي شبكة قبلكم لحقتكم في الوقت هذا. هذه شهادة نعتز بها أستاذ حمزة. أستاذ، يحدثنا عن انطلاقة منتديات أحباب سيتي، من أين بدأت وكيف وصلت إلى ما وصلت إليه؟ والله بالنسبة لمنتديات أحباب سيتي بدأت كفكرة ومجموعة من الشباب. كنا أول في البداية عبارة عن منتدى مثل أي منتدى، أول دورة لدورة النسور اللي هي بطولة نور قائد النمور على ملعب النسور الأولى. بدأنا في التغطيات وتوجهنا في التصوير وتغطيات دورات الأحياء من خلالها، فهي كانت أول نقطة لنا. وقفنا عند دورة نور الأولى واستمرينا من دورة نور الثانية، بالتحديد دورة نور الثانية هي بداية انطلاقتنا. البعض قال بأنكم بدأتم ثم بعد ذلك قدمتم الشيء الكثير في الساحة الرياضية هنا في مدينة جدة، وكنتم ربما المنتدى الأول على مستوى حواري جدة. ما هو سبب الاختفاء بعد فترة ثم بعد ذلك العودة مجددا للعمل؟ والله أول شيء أقول الحمد لله على الشيء اللي نحن سويناه، وأشكر الشباب اللي معايا الصراحة، هم اللي ساعدوني وهم السبب الرئيسي اللي في انتشار أحباب سيتي بعد الله تماما. ثاني شيء سبب الاختفاء بصراحة كثرة الانشغالات واختفاء بعض الشباب من أحباب سيتي، انشغالاتهم الخارجية، بعض الشباب ارتباطاتهم خارج المملكة، فصراحة ما تمكننا من نستمر ونرجع زي أول. لكن نحن موجودين في الساحة حاليا، بس مو في الصورة اللي كنا فيها أول، وأنا أعترف بهذا الشيء. إذن منتديات أحباب سيتي لم تعد كما كانت تقصد؟ بالنسبة للمجهود اللي سويناه في قبل سنة سنة ونص، ففي فرق حاليا، في فرق كبير وواضح للناس كلها. سادة حمزة، بما أن منتديات أحباب سيتي حاضرة في هذه الليلة لتغطية هذه المناورة التكريمية التي تقام من أهالي حي العشاق على ملعب العشاق للشاب تركي مبارك القثمي بمناسبة زواج يوم الثلاثاء القادم، كيف ترى بادرة الشباب هذه؟ كيف ترى بادرة شباب الحي الذين يقيمون هذه المناورة التكريمية احتفاء وحفاوة بهذا الشاب المحبوب؟ والله شيء صراحة جميل جدا أنه الشباب يتجمعوا ويكرموا صديقهم وأخوهم الأخ تركي القثمي، فهي عبارة عن فرحة مسبقة للزواج، فالتجمع هذا غرضه الفرحة، ونقول ألف مبروك للأخ تركي. كلمة أخيرة توجهها لتركي؟ ألف مبروك ونتمنى لك حياة سعيدة إن شاء الله. ونحن كذلك نتمنى العودة لمنتديات أحباب سيتي كما كانت وأفضل، لكن تأكد تماما وثق تماما أن لكل صارم نبوة ولكل جواد كبول. الأستاذ حمزة قصير مدير منتديات أحباب سيتي كنت متحدث لنا عبر قناة خالد بازيدان الإلكترونية على اليوتيوب. Thanks for coming. شكرا لحضورك معنا، يعطيك العافية ونتمنى لك التوفيق. أشكركم حبايبي على الحضور، وإن شاء الله للأمام ونشوفكم ونشوف إبداعكم إن شاء الله أكثر وأكثر منكم، ونتمنى كذلك أن تشاركونا في الإبداع، فأنتم جزء من الإبداع. شكرا جزيلا لك، شرفني حبيبي، الله يعطيك العافية أستاذ.